نروح بقى للي عنده بقى ما عندوش مشكلة. هل الأهلي دلوقتي بالمستوى الحالي عنده قدرة لاستعادة اللقب الإفريقي في وجهة نظرك؟ بص وكان الأهلي خسر لعب كأس العالم كل حاجة، بس الراجل هو تملي، الراجل تملي بياخد ملف ملف، رجع من كأس العالم ادى راحة لعيبة النادي الأهلي لمدة 48 ساعة، ابتدى يفكر في المباراة من أول تمرين بكرة هيسافر، هتلاقي الراجل بيفكر في المباراة، الراجل بيدرس كويس قوي يا أستاذ محمد، بيذاكر كويس قوي قوي، فهو بيشتغل زي ما احنا بنقول، عنده وفرة وعنده إمكانيات لعيبة ودرس اللعيبة وعرف دماغ اللعيبة بتاعته بتشتغل إزاي وإيه اللي بيهيئهم وإيه اللي بيستبعدهم من أدائهم ودخولهم في الجيم. النادي الأهلي الفترة اللي جاية تملي، أنا مباراة زي الهلال دي أنا مسافر، تملي أي مدير فني بيتكلم في محاضرته بيقول لك لو ما كسبتش ما خسرش، هرجع ابقى رايق، المسافه او الضغوط اللي موجود فيها كل 3 ايام او كل 4 ايام ماتش، هو الراجل عنده الاداء واللعيبه والادوات اللي تنجح له الموضوع. اعتقد ان هو خد من ما هو ما قبل مع سواريش وموسيماني، اما الاهلي رجع فقد نقاط كتيره، الراجل عارف هو بيدرس ازاي وعارف هيفوق لعيبته ازاي وهيوصل لعيبته لمباراه الهلال ازاي، هو عنده ما عندوش مشكله كل 3 ايام ماتش. تتوقع قدام الهلال ما كسبش الهلال قبل كده في السودان، لا يتوقع ان شاء الله يحصل في الماتش ده ان شاء الله. طب كابتن عرفت، انا عارف ان انت متابع كويس الماتشات اللي بره دي، الاهلي يقدر يكسب الهلال في السودان بمستوى الاهلي الحالي ومستوى الهلال الحالي؟ بص الـ الـ الاهلي متمرس افريقيا بشكل كويس، واعتقد في المباريات الافريقيه بيلعب بتامين، هيلعب بثلاثه في نص الملعب، هيلعب بالمعتاد بتاعه اللي هو بقاله عليه سنين كتير جدا، يعني كل الناس حتى لما بيجي حتى بيعمل بيلعب اتنين في نص الملعب ويجي يكسب، يجي الناس تقول لا احنا عايزين حته التلاته دي في نص الملعب، بيبقى فيه تامين اكتر. الـ 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 الهلال نتائجه كويسه جدا مع النادي الاهلي كان في السودان، وليه نتيجه كبيره هنا في مصر اللي هي كانت 4-1 او 4-2 على ما اعتقد. الهلال الفريق الكبير في السودان، المباراة بين فرقتين كويسين، انما اعتقد ان النادي الاهلي اقرب للمكسب كمان مش للتعادل هناك. اقرب للمكسب؟ اقرب للمكسب، عنده دفع كويسة جدا، واخد راحة كويسة جدا. الهلال خسر اول ماتش قدام سان داونز 1-0. وانا كمان اتفرجت على ماتش بتاع سان داونز دوت، واتفرجت على ماتش بتاع بيراميدز، وعلى فكره ماتش الجيش الملكي فرقه كبيره برضه، فرقه كبيره جدا جدا جدا، والمدرب بتاع بيراميدز ارتكب اخطاء غير عاديه. باتشيكو هو اعترف وقال لك انا مش راضي على الاداء، ارتكب اخطاء كبيره جدا لدرجه ان 4 لعبات جه منهم جون، وبرضه اتلعبت 4 مرات بعد كده بنفس الشكل، بنفس الشكل، اخطاء كبيره قوي، كنت بتفرج على الماتش يعني. فاخطاء كبيره قوي، رغم ان في لعيبه كبيره جدا وخبرات كبيره جدا موجوده طبعاً. الا ان الامور طيب. ما مش كده، متوقع الاهلي يكسب الهلال؟ متوقع الاهلي يكسب الهلال. الاهلي افضل مستوى دلوقتي وصل لعيبته وتجانس بين الخطوط كلها الاهلي، لكن انا دايما في الاهلي براهن على مستوى ديانج وحمدي فتحي والشناوي، خاصه في الماتشات اللي هو بيبقى الفريق الخصم بيضغط وعاوز يحقق، فالثلاثه دول لما بيكون في تميزهم النادي الاهلي هيكسب طبعا، يعني هيبقى مقفل كويس. يعني الثلاثه دول لما يبقى في مستواهم بالذات في الماتشات اللي هو بيبقى في الخارجيه وبيبقى فيه متوقع انه الخصم اللي بيهاجم بيبقى هم اللي بيفرقوا بيصنعوا الفرق في الماتش زي كده. طب انا هنقل بقى زي ما سالت الكابتن عفت على الاهلي، هسالك انت على الزمالك. الزمالك عنده ماتش في ليبيا مع المريخ، وماتش تسالني عنه لا ارد لا يعني ارد ليه؟ وصعوبه الماتش مش بس انه بيواجه المريخ في الاخر، وانديه السودان برضه عندها الطموح، وعلى فكره لا وعمل ماتش كويس جدا 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 مع الترجي، والجون بتاع الترجي كمان هم تملي محمد الفريتين مقدمين شكوى على فكره، لسه ممكن يتحكم لهم فيه، ممكن يتعادل الماتش، لان الترجي تغيير الاربع مرات، الترجي غير لا وفي كمان شماريخ وحاجات، احتمال يبقى في 3 ماتشات يتنقلوا بره، يا ريت، فممكن منهم ماتش للزمالك. هو الموضوع الشماريخ ده ممكن يفيد الزمالك، لكن هو الخطأ في التغيير هو اللي ممكن يغير نتيجه المباراه، لا تعاد تعاد والله هنشوف يعني. المهم يعني هو انا اسالك الحته دي يا كابتن، بس هم عملوا ماتش كويس قوي. المريخ هيلعب بخوفك في ليبيا مش انا فاهم، مش هيلعب في السودان. الزمالك رايح برضو يعني مش هيلعب على التعادل، يعني الزمالك خسران اول ماتش من بلوزداد، فهو عايز يعمل انطلاقه لافريقيا تعيد الامل حتى لعيبته غير الجمهور طبعا. الزمالك بقاله سنتين بيعاد مجموعات ونتائجه متراجعه، فكان في امل عند الناس ان السنه دي الزمالك تبقى انطلاقته مختلفه، خصوصا اول ماتش كان على ارضه. طب دلوقتي خلاص خسر الزمالك ولازم يبدا من خلاص يعني اللي فات، تبدا بالماتش التاني، بالماتش التاني اعتبر الماتش الاولاني مش موجود.
انت شايف الزمالك في الماتش ده هيبقى عامل ازاي؟ خصوصا بعد العلاقه اللي ما بين اللعيبه والمدير الفني. انا عايز امن المباراه. ما هو بص يا استاذ محمد، المدير الفني هو عباره عن محاضر بيشرح في ادائه العملي داخل الملعب وفي سبوره داخل غرفه الملابس، مظبوط؟ الاداء اداء اللعيبه، انت عايز ايه؟ يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم عن النادي الاهلي، كل لعيبه النادي الاهلي عايزه هدف معين. ايه هو الهدف؟ ان انا اكون بنتيجه ايجابيه في مباراه الهلال، مظبوط؟ وحقق كل مباراه على حده بالملف بتاعها في المباراه اللي في مصر، يبقى انا بشتغل. الزمالك عايز ايه؟ عايز ايه من المباراه؟ رايح بهدف ايه؟ اني اعتبر الماتش بالاسداد مش موجود وهبدا من مباراه المريخ. انت عايز ايه؟ عايز تتكاتف عشان توصل للنتيجه الايجابيه وتاخد 3 بونت من هناك، يعتبروا 3 بونت بالنسبه لك 6 بونت، المكسب هناك بيعتبر كده، عشان انا لما هيجي القاهره هيبقى الكفه الارجح للعيبه الزمالك. يعني الزمالك عنده القدره انه يكسب المريخ في ليبيا في رايك؟ اداء لعيبه. على فكره المباراه احتمال تتلعب على ترتين كمان في ليبيا حسب ما انت متعود في ليبيا، يعني عشان الملاعب اللي بيقولها معظمها ترتين صالحه للمشكله اكبر نجيل طبيعي. انت متعود، انت المفروض بتعرف الحته دي، انت مجرد انك بتعرف بتتمرن، بتسافر قبلها بمده زمنيه معينه وبتتمرن على ملاعب افريقيا بعد بكره، انت عارف بالموضوع زي ده، انت عارف زي ما الكابتن عفه بيقول ان الملاعب كلها ترتان اللي هتلعب عليها احتمال. اتاكدوا لنا يا شباب كده الملعب على ترتان ولا ملعب الاتحاد اصلا اللي هناك نجيل صناعي الاتحاد الليبي يعني؟ الاتحاد كل اغلب الانديه هناك باستثناء نادي استاد واحد بس، واعتقد ما بتلعبش عليه يعني. وبس برضو الزمالك عنده ميزه ان هو يعني الماتش في ليبيا فمتحرر من ضغط الجماهير في السودان برضو، دي يعني حاجه ايجابيه مفيش هيبقى فيه. على فكره الاهلي السنه اللي فاتت لعب مع الهلال بدون جمهور في السودان وتعادل. لا انا ما اقصدش برضك مفيش ضغط، يعني الماتش دي صعبه. لا انا اقصد يعني بس من ضمن العوامل صعبة. انا بتكلم عن من ضمن العوامل المريخ لان استاذ محمد الزمالك عليه ضغط ان هو يعني التعادل. خد بالك الاهلي كسب مش هيضيف للزمالك هنا بالعافيه لو تفتكر. الزمالك كسب المريخ هنا بالعافيه وكنا بنلعب في الزمالك حط نفسه كلها الاثنين ماتشين اتلعبوا في مصر بالظبط وكسبان بالعافيه. الخساره امام بوليسداد خلت الزمالك لازم يكسب الماتش ده عشان يقدر يكمل بيه، لانه خساره اي نقطه خساره نقطتين هتبقى مشكله كبيره. فالزمالك اللي زي ما بيتكلم مع الكابتن عمرو على الهدف وعمال يشاور له، فالهدف هو الهدف هو الزمالك الفوز. ما اقدرش يعني لا بديل عن الفوز للزمالك. طيب. لانه حتى التعادل هيخلي الزمالك يبعد كتير عنك. شفت استاذ محمد بيقول لك ايه الهدف؟ انت الهدف مكسب هتعتبر انك انت استبعدت ماتش بلوزداد عشان هو يعتبر الماتش اللي في مصر عشان يقدر يرجع، غير كده هيبقى بعيد خالص. انت عايز ايه؟ ما انت هتقول اكسب المريخ بره عشان هكسبه هنا يبقى دي 6 بونت، فالترجي على اكسبه هنا يبقى دي بقت 9 بونت، على الاقل اتعادل مع الترجي بره يبقى 10 بونت، بوليسداد هطلع له بره اتعادل مع 10 بونت اوصل. الحسبه بتبقى كده. خلاص النقطه مش هتضيف لك حاجه، النقطه مش هتضيف لك حاجه. على الاقل اتعادل مع الترجي وبوليسداد بره واكسب الترجي هنا اكسب المريخ رايح جاي، يبقى انت بتتكلم في 11 بونت. ما توصلهاش بعد كده لبوليسداد والترجي، يعني المباراه بتاعتهم على فكره هيلعبوا على ملعب ايه يا جماعه؟ ده نجيل صناعي ولا نجيل عشب صناعي؟ ملعب الشهداء عشب صناعي. ده اللعب على المنتخب. ما هو ده ملعب سيء جدا جدا. عشب صناعي ملعب سيء. هو مش سيء بس انت عشان عشب صناعي عشان نجيله صناعي. لا هو مش يعني النجيله بتاعتنا. مش النجيله بتاعتنا فاللعيب مش النجيله الصناعي بتاعتنا. طب خلينا نتكلم. لو انت مستر فيريرا هتلعب بالتشكيله بتاعت الماتش سموحه ولا هتحط تعديل ولا هتقفل هتلعب ازاي؟ بص في ثوابت في الفرقه لازم تبقى موجوده، يعني انا اتمنى فتوح يبقى موجود. فتوح؟ من اللعيبه الكويسه اللي بتضيف. بس فتوح على فكره كان غاب الماتش اللي فات. ما انا كان عنده شد. كان عنده شد في الماتش اللي فممكن يبقى المباراه اللي جايه، يعني انا عايز فتوح يبقى موجود. عايز المسلوسي يبقى موجود. المسلوسي رجع خلاص. ايوه انا عايزه يبقى موجود، يعني انا بقول ويبدأ. لك يبدا مش يبدأ مش مش محمد طارق ولا يبدا مش محمد طارق يبدا سيرد باك ثالث. يبدا سيرد باك ويلعب قدامه سيد نيمار باك رايت ويلعب قدامه سيد نيمار. هما بيلعبوا بثلاثه على فكره يعني، والزمالك لازم يلعب كده علشان يكسب. يعني عواد جون خلاص. انت عواد جون عواد جون عبد المجيد وعبد الغني. يعني مسلوسي عبد الغني عبد المجيد. لا مش عايز عبد المجيد، مش عايز عبد الغني. من مين يلعب مكانه؟ عايز المسلوسي وحسام ثالث مين وحسام ويلعب سيد نيمار في الحته دي، ويلعب زيزو قدامه، والعب بثلاثه في نص الملعب وثلاثه قدام. يعني تلعب 4 3 3 4 3 3
انت عايز تملى نص الملعب بالظبط كده، وعايز انت عشان كل الهجمات اللي عليك في نص الملعب فاضي. ايوه انا عايز. ما عندكش طارق حامد؟ ما هو ما عنديش، ما هو عشان كده اللعيب اللي هو بيجري بص طبعا. الناس كانت بتتكلم يقول لك طارق حامد بيعمل ايه. طارق حامد كنز افتقدناه، امام عاشور برضو كنز افتقدناه، في لعيبه كتير جدا اللعيبه بتفرق. يعني تخيل يا استاذ شبانه مثلا، كنت انا صغير وكان تيجي اللعيبه الكبيره في الملعب يقول لي ايه، يقول لي خلي يعني كابتن احمد رمزي مثلا يقول لي ايه، يقول لي عفت لو انا طلعت خليك جنبي، فكنت ارجع اغطي عليه وهو وبعد ما يرجع بقى هتلاقيه بيطبطب عليا، كان بيحفزني اكتر. فانا عايز الجزئيات دي موجوده في الملعب، يعني عايز الناس اللي عندها الخبرات بشكل كويس، الناس اللي عايزه المكسب. يعني اتمنى مستر فيرير يلعب كده. انا عارف ان التشكيل بقى بسرعه عشان الوقت بيجري. اه عواد انت عايز 4 ورا 4 3 3 خط طريقه اللعب 4 3 3 نيمار في اليمين، فتوح في الشمال، مسلوسي مسلوسي وحسام عبد المجيد في النص، نص ملعب مين؟ اه لان ليه، ما هو ليه، لان فرقه المريخ بتلعب كور عاليه كتير قوي 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 وعندهم فرقه طويله بالظبط كده، والاثنين كويسين في العالي اكتر من عبد الغني. نص الملعب، نص الملعب دونجا، دونجا وسيف جعفر الثالث مين، وعايز احط قدامهم هنا بقى. هي دي المشكله بالنسبه لي، الحته دي ان انا عايز شيكابالا دي ما يتروحش على الطرف، ما يروحش شيكابالا قدامهم. اه عايز شيكابالا قدامهم يعني بلاي ميكر. وزيزو على اليمين، وزيزو على اليمين، وعلى الشمال مين؟ وعلى الشمال يوسف اسامه، لا مصطفى شلبي، مصطفى شلبي و والجزيري في الوجه. والجزيري دي التشكيله اللي انت شايفها. انا اتمنى ان احنا نلعب كده ويبقى في ارتداد نص الملعب. انا اتفق مع الكابتن. تتفق مع الكابتن النهار؟ يا سلام عليك. يلا تشكيله الاهلي في ماتش الهلال يا كابتن في رايك؟ الشناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، علي معلول، متولي، وعبد المنعم. يقول 7، انما في 4 مش هيعرف يشتغل بالتحضير من تحت. تمام. نص الملعب، نص الملعب، باك السوليه مصاب حتى الان لسه، ما انا عارف هيبقى ديانج وحمدي فتحي، ده ما فيهاش كلام. 4-2-3-1 ده اللي على الورق. هل قفشه يبقى التالت ولا قفشه قدامهم حسين عبد القادر ولا مروان شادي؟ قفشه حسين عبد القادر شادي، حسين الشحات واحمد عبد شادي حسين. مش بيرسي تاو ولا لا 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 لا. ولا لا 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 ولا شريف. لا انت رايح تكسب، رايح تكسب، هو شادي اللي هيكسبك يعني. مش القصد انت فيرويد وهو بقى بلغه الكره جعان كره الفتره دي وكل اللي حواليه. انا عايز ابقى موجود، عايز ابقى ادي، عايز ابقى اثبت للناس امكانياتي. انت دلوقتي في المكان ده حسين الشحات راجل تالق في كاس العالم للانديه، محمد هاني نفس الكلام، عبد القادر نفس الكلام. هيبقى الفكر كله ما بين قفشه وبيرسي تاو، هيبقى قفشه والاثنين السابتين هو تملي بيحول طريقه اللعب وهو بيهاجم. وقلت لحضرتك كذا مره بدايه الشوط الثاني بيلعب 4-1-4-1. طب في سؤال جماهيري قبل ما اختم، هل شريف افضل يلعبه بعد الازمه بتاعته؟ لو ما لعبش شريف خسر شريف بقيه لا الموسم. لا بص الكلام ده ما عندناش في النادي الاهلي، ما عندناش لا بس ما عندناش في النادي شريف، ما عندناش الكلام ده في النادي الاهلي. اتاثر وقت شريف اتاثر، البني ادمين كلهم ده الطبيعي بتاعه. الراجل اعتذر وقال انا يا جماعه ما فيش حد بيبقى اتمنى ان انا اضيع اهداف او اضيع. انت لو مدرب هل يعني تحاول تظهر دعمك ليش؟ لا مش قتله ولا ما لعبش. لا ليه يعني 90%؟ ما ممكن يكون برضه فنيا هو لازم اديله، لازم اديله لانه ده الاساس بتاعي. ممكن الشوط الثاني يا كابتن ممكن يديله. ايوه بس لازم اديله. استاذ محمد هو الراجل لما قالوا ديانج في كره ريال مدريد ما لعبوش؟ ما هو لعبه بعدها، لعبه متولي في مشكله ولا متولي حاسس ان في شادي عادي؟ قدام الهلال بص هتلاقي تملي الاختلاف في اثنين، يا بيرستاو يا قفشه، يا شادي يا محمد شريف. اوكي التدوير في الحته دي بس في ناس بقت ثابته. توقعاتك للماتش بسرعه اهلي وهلال؟ 1-0 الاهلي. توقعاتك للمريخ والزمالك؟ الزمالك يكسب ان شاء الله. توقعاتك للاثنين انت بقى؟ تعادل الاثنين. الاثنين يتعادلوا؟ الاهلي مع الهلال والزمالك مع المريخ؟ ماشي يا استاذ المريخ. كابتن عفت نصار شرفتنا ونورتنا. اشكرك يا شبان. اشكرك شكرا جزيلا. وخلي حب نفسك ابراهيم. واللي بيقوله استاذ مريخ ابو عاد شرفتنا ونورتنا. انا بتشرف بك دايما. الله يخليك يا رب. كابتن عمرو الحديدي شرفتنا النهارده حبيبي يا استاذ محمد. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله اذا كان لنا عمر في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس بوكس. الى اللقاء.